ما هذا؟ تظاهر المسافران بالبراءة، لكن الشرطة تعرف تماما ما الذي تتعامل معه. إنها نبتة ذات خصائص مخدرة قوية. لا تشمها كثيرا أيها الرئيس. أردت أن أبلغك أننا فتحنا الحقائب وهي إيجابية. يحملان عشبات ذات خصائص مخدرة في جميع الحقائب الأربع. هذه العشبة من أصل أفريقي، يتم مضغ أوراقها عادة في اليمن وإثيوبيا والصومال وأماكن أخرى في المنطقة. في العديد من البلدان تعتبر هذه العشبة قانونية في كثير من الدول، مما يجعل الوصول إليها سهلا نسبيا، لكن عملية نقلها معقدة حيث تحتاج النبتة رطوبة دائمة. هذه نباتات لا بد من قطفها بشكل مباشر. بمجرد أن يتم قطفها تدوم الخصائص المنبهة لثلاثة أيام وتتوقف عندما تجف النبتة. هذه الكمية ليست للاستهلاك الشخصي، إنها كمية كبيرة. يتم إنهاء العملية، وسيزن العملاء الآن المواد المطبوخة. المجموع أكثر من 89 كيلو جراما.